وعزيز الله يرحمه الله يولي برحمه المسكين. جيت انا هنا تلقت مع واحد السيد قال لي راه ما تقبلتهاش. السيد الله يعمرها دار 26 عام و 24 عام كنعرفو هنا المسكين الله يعمرها دار وما شاء الله وصافي الله يرحمه المسكين. تيان ديال السيارات السي حرايفي مسكين الله يرحمه وما عمر مسكين صوتو رفعو على شي واحد ولا شهاده لله. الله يعمرها دار دريوش الا دزت هنا خصو شي حاجه كيعيط ليا كيقول ليا نعم سيري عطيها ليا كنعطيو هذاك الشيء اللي قسم الله. الا وقيل عايش مع العمر كيقول ليا غادي عند الوالده هنا في حي فرح. انا تقريبا شي 15 عام هنايا وانا معاه هنايا لقيتو هنا غيضرب تقريبا شي 36 عام غيضرب عايش هنا شي 36 عام. الله يوفي عمر هذا المسكين الله يولي برحمه. قلت لك قالوا لي انا بصح والله ما تقبلتهاش لان ما كون كانت عندي شي حاجه كون كانت عندي شي حاجه الله اعلم غيجي اجي يقولها لينا حنا كنهضروا معاه وكنضحكوا معاه. يعني ما بانوش عليه شي لا 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 هذاك النهار قبل ومحسن بخير وعلى خير لقات حالته بخير وعلى خير. مسكين ما قال لي والو. قال لي واش غنغسل لك الطوموبيل؟ قلت ليه لا لا خليها من بعد. شي اللي قال لي مسكين خويا هذاك السيد كان الله يعمرها دار كان صديقي جاري ديال 36 سنه من هنا جاري ولادي كبروا عنده الله يعمرها دار بخير. النهار مات تفاجئت باقي الان دابا نفاجئ بانه مات قافي مسكين طول عليه البرك معاه ديك العام دوزت معاه كاع الفطور هنا صديق غادي يكسب العائله. مسكين الله يعمرها دار كان زوج ما ولدت لا والو ما جوش والقضيه ديال الانتحار وهادشي كنت قبلهاش ما كايناش لان كنت باغي ينتحر غينتحر في المحل ديالو وما عندوش هاد الفكره ديال الانتحار ما كايناش عندو لحقاش انا معاشرو كون قال لي شي حاجه كضر كون قال لي